تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنية من صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وذكرى تولي جلالة الملك المفدى ما الحكم أعربت جلالتها فيها عن خالص تهانيها وأمنياتها لجلالة الملك المفدى بموفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار